بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. نقفوا وادفعوا، هذه نقف عنها لأن فيها كيد رباني على حساب من نافق رسول الله عليه الصلاة والسلام ونافق وخدع الرعيل الأول من المؤمنين الواثقين من أن الله هو الآمر بالقتال وهو مبشر بالجنة وهو مبشر بالنصر القريب والمجر. عاد يقول مولانا في الآية 167: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله. أنتم تخاطب في جماعة مسوسين مع جماعة الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم. عاد يقول وقيل لهم تعالوا قاتلوا، أي فني كومباتر لي ميكريون في سبيل الله او نون دو لا كوز ديفين، او ادفعوا او بيان اون دوزيام دوغري و دوفي و ديفوندر كونتر لي فيزافي سادير الكفار. شوف ربي ما عظمش يعني دعاهم، قاتلوا في سبيل الله يكشفوا، لأنهم هما كيف جاءوا ماهوش نيتهم يقاتلوا، نيتهم ربما يحصلوا على شوية أنفال شوية من أموال المغلوبين من الكفار وبقوا راجعين بشيء ما عرقوش عليه. وقالوا لهم ربي ما نفسهمش سبحانه وتعالى، أو ادفعوا ولا مازال لكم كان الدفاع عن ذواتكم عن وجودكم عن سلامتكم وما يفهموش اللغة دي، لغة الرب أغلب البشر رافضينها نص الوحي ورافضين كل ما يجي قول من الرب العالمين من أمر أو نهي أو إعلام إلا ويحاربوه، وهذا دليل ليكونوا قلال الحياء كما كثير من الكرب، وكونهم ما يحبوش يخرجوا من الجاهلية ومغارقين فيها وقت اللي مغرورين ينفقوا في أوداجهم ينفقوا يضرون الميكانيك دي مسكل لا ميكانيك دي برغوندي ميكانيك دي ميغالومانياك، هذم ما عندهم ما يتقنوا كان الدوره دي الرول ميكانيك باش يفلموا علينا أعلى ما عناش برا ملي تحب زمايل كلامو نافقوك شحال تعالج روحك من داء النفاق إيش تعالنا من أملونك عالم الشق والشق على صدوقهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لم أبعث منا من معاني حديثي الشريف اللي ما بعثوا شربي بالشق على صدور الناس. قال مع الصحابي جليل قالوا شققت على قلبي طلعت على مكرون ما صدري، لا احنا مش شغلنا هذا، ما يعلم حقائق الاكوان والانسان والجن الا ربهم جميعا يعلم علم بالتمام بالتمام بالتمام. والسلام علينا اهل التوحيد، ولنا الامان من رب العالمين، ولنا النصر المبين سواء كان نصر الشهاده وهي نصر لأنه بذلنا مهجنا وأرواحنا في سبيل أعلى كلمة الله، وإلا 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 عنا منا إحنا مواقفنا نوزات تيسون بوليسيميك يعني لها معاني كثيرة. نسأل الله السلامة.